السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية يقول أن موريتانيا تعاني منذ فترة أزمات مستفحلة على أصعدة مختلفة، ويحمل النظام المسؤولية. تواصل أعمال الأسبوع التضامن بن نواكشوط مع الصحفي الموريتاني المختفي بسوريا منذ أزيد من عامين إسحاق وللمختار. ورشة بن نواكشوط حول خطورة المواد العضوية الثابتة وتأثيرها على البيئة بمشاركة خبراء وممثلين عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. قال زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية الحسن والمحمد أن موريتانيا تعاني منذ فترة ليست بالقصيرة أزمة على أصعدة مختلفة نتيجة ما سماها السياسات الأحادية للنظام. وأضاف والمحمد خلال ندوة سياسية بن نواكشوط نظمتها مؤسسة المعارضة الديمقراطية أن هذه الأزمات ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة في البلد. تعيش بلادنا منذ فترة ليست بالقصيرة أزمة سياسية مستفحلة بفعل السياسات الأحادية للنظام، وقد ألقت هذه الأزمة بظلالها على كافة مناحي الحياة، وعمقت الشرخ بين الفرقاء السياسيين، وخلقت مناخاً من عدم الثقة بين فاعلي المشهد السياسي، كما زادت من الأخطار المحدقة بوحدتنا الوطنية وأمننا وتماسكنا الاجتماعي. إن هذه الأزمة آخذة في التصاعد للأسف، ما لم يقدم النظام مبادرات جادة وذات مصداقية قادرة على نيل ثقة كافة القوى الحية في المجتمع بمختلف توجهاتها السياسية والفكرية. وبما أنه هو الممسك بزمام الأمور، فهو مطالب بتقديم مثل هذه المبادرات، كما أن تجارب اتفاقات سابقة تجعله مطالبا بتقديم ضمانات حقيقية تقنع كافة الأطراف بصدق نيته وأمانته في تجسيد ما يتم التواصل إليه من نتائج. وحمل زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية سلطة المسؤولية فيما سماها الأزمات المتعددة، كما انتقد تعاطيها مع انتشار حمى الوادي المتصدع قائلا إنها لم تتعاطى معها بشكل جاد. نحمل السلطة المسؤولة التامة عما يعيشه الوطن والمواطن من أزمات على مختلف الصعد، ليس آخرها الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء حمى الضنك أو الوادي المتصدع التي تعاملت معها الحكومة بمستوى كبير من عدم المسؤولية والعجز، تجلى في التعتيم على المرض والتقصير في حماية المواطن والعجز عن توفير المتطلبات الصحية الكفيلة بمحاصرة المرض والقضاء على المستنقعات ومكافحة البعوض ونوعية المواطنين وتوعية المواطنين بضرورة العمل بقواعد الصحة العامة. وبدلا من ذلك تصدت لاعتقال ومحاكمة مجموعة من الشباب المحتجين على سياساتها المستهترة بحياة المواطنين. وبهذه المناسبة فإننا ندعو للإفراج الفوري عن هؤلاء الشباب. ومعنا في الاستديو سيد دبا والسيد عبد الله مكلف بمهمه في مؤسسه المعارضه الديمقراطيه. اهلا وسهلا. ندوه جديده لمؤسسه المعارضه حول ضروره التوافق ومخاطر المسار الاحادي، هل باتت المعارضه متخوفه مما تسميه المسار الاحادي بشان الحوار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بدايه نشكركم على الاستضافه. بطبيعه الحال ان بالنظر الى طبيعه النظام وإلى طبيعة المسارات الأحادية التي قام بها في المرات الماضية، وبالنظر إلى عدم تعاطيه مع مطالب التي تطرح المعارضة بشأن وجود أرضية مناسبة لحوار وطني شامل وجاد، فإن الشعب الموريتاني بصفة عامة والمعارضة بصفة خاصة متخوفة من دخول النظام في مسار أحادي، لأن طبيعة النظام وسلوك النظام وعقلية النظام وخلفيته الأحادية بطبيعة الحال توحي
بأنه ربما يدخل في مسارات أحادية بغض النظر عن الأحزاب السياسية وعن الكتل المعارضة وعن إرادة الشعب الموريتاني بصيغة عامة. طيب، ما الجانب الذي تتحمله المعارضة من وجهة نظر مؤسسة المعارضة الديمقراطية فيما يتعلق بالحوار؟ المعارضة الديمقراطية أي معارضة هي معنية بطبيعة الحال بالتعاطي مع اللعبة السياسية الجادة، اللعبة السياسية اللي من شأنها أن تنمي الديمقراطية، من شأنها أن تعزز التداول السلمي على السلطة، من شأنها أنها ترسخ الثقافة السياسية والثقافة الديمقراطية في البلد. والمعارضة هنا مستعدة وجاهزة للدخول في مقتضيات وترتيبات من شأنها تعزيز الديمقراطية وترقية الممارسة السياسية في البلد. لكن النظام بطبيعة الحال باعتباره هو الممسك لزمام المبادرة، باعتباره هو الذي يملك كل الخيوط، ثروات الدولة، سلطة الدولة، إدارة الدولة، جيش الدولة، كل مؤسسات الدولة بيده، هو من يملك بطبيعة الحال تهيئة هذه الأرضية من أجل الدخول في نقاش جاد ومسؤول من شأنه أن يعزز الديمقراطية وتداول السلمي على السلطة. إذن لماذا تقتصر مؤسسة المعارضة في ندواتها على الطيف المعارض رغم أن الطيف الموالي معني بجانب من النقاش؟ هي بطبيعة الحال مؤسسة المعارضة الديمقراطية هي مؤسسة معارضة، مؤسسة من شأنها في الظروف العادية ينبغي أن تكون ناظمة للطيف المعارض بشكل عام، وبالتالي من حقها أن تنمي النقاش داخل المعارضة أولا، من حقها أن تنمي تقارب وجهات النظر داخل المعارضة أولا، وبطبيعة الحال ليست مسؤولة عن تنظيم حوار وطني أو حوار شامل، وإنما هي جزء فقط يحمل رؤية سياسية ورؤية وطنية في جانب هذا الحوار. النظام السلطة اللي هي المعنية بإدارة الشؤون البلدية بطبيعة الحال مسؤولة عن خلق ظروف نقاش بين الأغلبية وبين المعارضة. ما بالنسبة للمؤسسة المعارضة بحكم وظائفها، بحكم مهمتها، بحكم فلسفتها، فهي معنية بالعمل على لم شمل الطيف المعارض بشكل عام وتنمية الترقية والوعي والنقاش داخله بصفة خاصة. لكن بعض الأحزاب المعارضة داخل المنتدى لا تعترف بمؤسسة المعارضة وتعتبرها نتاج انتخابات أحادية وتقاطع نشاطاتها، كيف تتعاطى المؤسسة مع ذلك؟ المؤسسة بطبيعة الحال هي مؤسسة قانونية أنشأها القانون، قانون صادق عليه البرلمان الموريتاني، وبالتالي فهي مؤسسة وطنية تمثل الرأي الإجماعي للأحزاب المنضوية تحت لوائها، وبالتالي القانون الناص ينص على أن هذه المؤسسة يمكن للأحزاب المعارضة أن تنضوي تحت لوائها ويمكن لها أن لا تنضوي تحت لوائها، وبالتالي فهي تمثل الرأي الإجماعي للأحزاب التي هي منضوية تحت هيئة الإشراف داخل هذه المؤسسة. إذن كيف تتعاطى المؤسسة مع مقاطعة النشاطات مثلاً؟ المؤسسة بطبيعة الحال بحكم وظيفتها وبحكم مهمتها وبحكم المقتضيات القانونية التي أسستها، فهي تسعى لأن تضم وأن تكسر الهوة ما بين الخلافات داخل المعارضة، وبالتالي فهي منفتحة على جميع أطياف المعارضة ومستعدة للتعاطي مع هذه الأطياف، ولكن هي مؤسسة قانونية تم تأسيسها من ضمن المؤسسة السياسية في موريتانيا، وبالتالي تسعى لأنها تكون ممثلة أو على الأقل تكون مستعدة لأن تحتضن جميع الأحزاب السياسية المعارضة إن أرادت الأحزاب السياسية المعارضة ذلك. سيد دبا والسيد عبد الله مكلف بمهمة في مؤسسة المعارضة الديمقراطية، شكرا جزيلا لك. أعلن خلال الأيام الماضية بنواكشوط عن تأسيس المسعى المدني المستقل من أجل الحوار. مسعى يقول الناشطون به أنه يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين أطراف المشهد السياسي، ويأتي المسعى الجديد في ظل وساطة تقودها كتلة المعاهدة من أجل الوحدة والتناوب السلمي، سعيا إلى مشاركة المعارضة في الحوار المرتقب. تفاصيلها فنتابعها في سياق التقرير التالي. الحوار السياسي سينعقد في 26 من الشهر الجاري، يقول مصدر غير رسمي. وتقول مصادر رسمية إنه سينعقد في الشهر الجاري دون تحديد موعد لذلك. وأيا يكن تاريخ الانعقاد فلا جديد بخصوص المواقف، إذ لا يزال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة متمسكا بجواب مكتوب بخصوص المقترحات أو الممهدات التي تقدم بها، ولا يزال الطرف الآخر فيما يبدو غير مقتنع بذلك. وبين الموقفين بزغت مبادرة جديدة أطلقت على نفسها اسم المسعى المدني المستقل من أجل الحوار.
تقول إنها تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين أطراف المشهد السياسي بحثا عن إجماع وتوافق يضمن مشاركة الجميع في الحوار المرتقب. المبادرة التي تضم نقابتي المحامين والصحفيين الموريتانيين ونقابات ومنظمات أخرى عديدة، يقول البعض إن أغلب الناشطين فيها محسوبون على النظام، وإن بعضهم شارك في جلسات الحوار التمهيدية الأخيرة التي ظلت فيها مقاعد أحزاب المنتدى شاغرة جراء مقاطعتهم لها. لكن المبادرة تنفي ذلك وتقول باستقلالية مختلف أعضائها وبسعيهم إلى لم الشمل وإصلاح ذات البين، وهي مساع غير بعيدة من تلك التي كانت تسعى إليها مبادرة الأئمة والعلماء لإصلاح ذات البين قبل أن تتوارى قليلا عن الأنظار لاحقا. المساعي ذاتها لا تتناقض مع مساع أخرى تقودها كتلة أحزاب المعاهدة من أجل الوحدة والتناوب السلمي، التقت في إطارها الرئيس الموريتاني وقيادات في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة. ومع تعدد المساعي وبدء العشر الأواخر من شهر أكتوبر المعلن موعدا للحوار، يظل البعض يترقب ما ستتمخض عنه تلك المساعي. تتواصل بالعاصمة نواكشوط أعمال الأسبوع التضامني مع الصحفي الموريتاني المختفي بسوريا منذ أزيد من عامين إسحاق للمختار. الأسبوع المنظم من طرف اللجنة الموحدة للمتابعة والتنسيق في ملف قضية الصحفي إسحاق تضمن أمسيات وزيارة إلى أسرته تعبيرا عن التضامن معها في المحنة التي تعيشها. المزيد نتابعه في سياق هذا التقرير. الهيئة الصحفية الموريتانية تتشح بوشاح التضامن والمؤازرة مع الصحفي إسحاق وللمختار في أسبوع تضامني كان صوت الهيئة الصحفية النسائية هو الأبرز فيه. اتحاد الإعلاميات الموريتانيات وفي أمسية تضامنية أكدت رئيسته ميمة بنت محمد أحمد ضرورة السعي لعودة إسحاق حتى تقر عين أمه وندماء المهنة. حقك علينا أن ننتظرك، زادنا جميل الصبر ورجاؤنا قرب اللقاء، لتقر عين أمك وتقص أنت إن شاء الله على أطفالك تفاصيل يومياتك هناك، يوميات فارس لم يذنه أزيز الرصاص ودوي المدافع عن خوض غمار حلب. لتتقاسم شبكة الصحفيات الموريتانيات الوجع مع اتحاد الإعلاميات بالتأكيد على الإسراع في كسر حالة الصمت المطبق في قضية ولي المختار. تشكل لجنة من الصحافة والنواب والمحامين للاتصال بالسلك الدبلوماسي العربي والأجنبي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية لتكثيف الجهود من أجل إطلاق سراحه. الصحافة الموريتانية وإن سادها الوجوم والحزن على مصير أحد أبرز فرسان المهنة، فإن تقاسم المعاناة والعودة لمربع الأسابيع الموحدة لإسحاق يعولون عليه في ظهور جديد على السطح في قضية الرجل الذي ما زال الغموض يلف مصيره منذ اختفائه وزميله اللبناني سمير كساب في مساء سوري تشتد مآسيه وتتلاحق أحداثه، ولما ما ينبلج أي صبح يحمل في طياته خبرا عن إسحاق ليظل السؤال إلى متى الانتظار القاتل. ومعنا في الاستديو للتعليق على هذا الموضوع أحمد سالم مليب أخويا عضو اللجنة الموحدة للمتابعة والتنسيق في ملف قضية إسحاق. أهلا وسهلا. مرحبا. بداية، ما تقييمك لمستوى التفاعل مع قضية الصحفي إسحاق المختار المختفي بسوريا منذ سنتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البداية أود أن أتقدم بجزيل الشكر لقناتكم الموقرة ولجميع الزملاء على تفاعلهم مع اللجنة في الأيام التي تنظمها وتضامنهم مع الزميل إسحاق المختار. وبالرجوع إلى سؤالك، أود أن أؤكد أن اللجنة تلاحظ تقصيرا كبيرا في التفاعل مع قضية الزميل إسحاق، سواء على المستوى الرسمي في موريتانيا وكذلك على المستوى الدولي من ناحية القناة التي يعمل بها زميل إسحاق والمختار التي هي قناة سكاي نيوز. ولاحظنا هذا التقصير وعبرنا عنه مبكرا، لكن اليوم نعبر عنه بإلحاح أكثر وصرنا بشكل أكثر ندرك هذا التقصير وندد به
ونطالب الجهات المعنية بقضية زميل إسحاق كل المختار في قناة سكاي نيوز وكذلك الدولة الموريتانية الرسمية وبتفعيل الدور المنوط بها من أجل الإفراج عن زميلنا إسحاق المختار فك الله أسره وإعادته سالما إلى أرض الوطن. ونحن هنا نعول كثيرا على الدولة الموريتانية لأنها هي المسؤول الأول ما دامت القناة التي يعمل بها الزميل أصرت على عدم التفاعل بشكل جاد مع قضيته، فإن الدولة الموريتانية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالتفاعل مع ملف الزميل إسحاق المختار من أجل إعادته سالما إلى أرض الوطن. يعني أنتم في اللجنة هل التقيتم على الأقل بعض الجهات أو أطلعوكم على أي شيء فيما يتعلق على المستوى الرسمي؟ بكل تأكيد نحن في اللجنة لجنة أهلية أساسا من زملاء إسحاق ومن أسرة أهلي ومن بعض الهيئات الحقوقية العاملة في البلد. اتصالاتنا أهلية بالدرجة الأولى، التقينا بكل الأطراف على مستويات مختلفة بدءا برئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز وصولا بالوزير الأول الحالي أستاذ يحيى الحدمين المهندس يحيى الحدمين وكذلك وزير الاتصال وزراء الاتصال المتعاقبين في بدءا من الوزير المحام حتى الوزير الذي تلا والوزير الحالي التقيناه قبل يومين وكذلك الأطراف السياسية في البلد التقيناها معارضة وموالاة، كل يعد ببذل جهود لكننا نلاحظ أن هذه الجهود لا تعدو كونها كلمات تعاطف داخل أروقة المكاتب، وهو ما نتمنى أن تفعل هذه الجهود التي نوعد بها وأن تلعب الدور المنوط بها من أجل إطلاق سراح زميل إسحاق. وبالنسبة أيضا لقناة سكاي نيوز عربية التي كان يعمل بها إسحاق، لا يوجد تنسيق بينكم وبينه؟ للأسف هنالك تنسيق بين اللجنة والقناة، لكن نلاحظ أيضا أن القناة تعطي وعودا هي الأخرى كباقي الجهات المعنية بهذا الملف. التقصير موجود من كل الجهات ونطالب القناة بلعب دورها، لأن إسحاق المختار صحفي قام بدوره في تغطية المهنة ويعمل في هذه القناة وهي المسؤولة بالدرجة الأولى. إذا ما حدث أي شيء لا قدر الله أي مكروه للزميل إسحاق فإن القناة مسؤولة عن دورها في متابعة إسحاق ورعايتها، ونلاحظ تقصيرا كبيرا من طرف القناة والمشرفين عليها والجهات التي ترعاها في قضية إسحاق المختار فك الله أسره. إذن مع كل ما ترونه من تقصير، لا توجد لديكم أي مستجدات بخصوص ملف صحفي إسحاق؟ آخر المستجدات عن زميل أنه على قيد الحياة سالم لله الحمد، لكن التقصير الأبرز هو من طرف الجهات التي يجب أن تنسق وتواصل اتصالاتها من أجل إطلاق سراح الزميل، خاصة الجهات الرسمية في موريتانيا التي ينبغي أن توظف علاقاتها بالدول الجوار، الدول التي هي المطلة على الحدود مع سوريا والتي تلعب دورا كبيرا في الشأن السوري، أن توظف هذه العلاقات من أجل إطلاق سراح الزميل إسحاق فك الله أسره. أحمد سالم وليب أخوي عضو اللجنة الموحدة للمتابعة والتنسيق في ملف قضية إسحاق، شكرا جزيلا لك. يكثر الإقبال هذه الأيام بالعاصمة نواكشوط على محلات بيع الأدوات المدرسية لاقتناء التجهيزات اللازمة مع بدء افتتاح العام الدراسي الجديد، ويتفاوت تقييم باعة الأدوات المدرسية لمستوى الإقبال بين من يقول إنه بدأ يعرف تزايدا مقارنة بالعام المنصرم ومن يقول إن الإقبال لا يزال ضعيفا. التفاصيل نتابعها في التقرير التالي. ما إن تم الإعلان عن افتتاح العام الدراسي الجديد في موريتانيا حتى بدأ أصحاب المحلات التجارية الخاصة ببيع الأدوات المدرسية يستعدون لبيع تجارتهم، وتشهد تجارة بيع الأدوات المدرسية هذه الأيام نشاطاً معتبراً بعد أن عرفت خلال الأشهر الماضية كساداً فرض على المستثمرين في المجال الانتظار حتى العام الدراسي الذي باتت الأسابيع الأولى منه تشكل موسماً تجارياً. هذا اللي تقول هذه المهنة هي اللي فيها تقريباً 5 سنوات، والموسم موسمي يعد افتتاح السنة الدراسية يعد سابقه تقريبا بشهر سنة الناس تجي غير من يامس من قبل الافتتاح بنهارين والله ثلاثة اشهد السوق تبارك الله كثافة من زبناء ان شاء الله. احنا هم نبيع الادوات كاملين صكات والقلوم والكرن كامل اللي عدا الكتب نحن عندنا موجودة. ادوات مدرسية متعددة
تجتاح واجهة بعض المحلات التجارية وسط تنافس محموم بين الباعة. إقبال كبير هذه الأيام على شراء الأدوات المدرسية وسط تذمر البعض من الارتفاع الذي شهدته الأسعار. الأسعار اللي واعرة حتى ساكن عن قاعد نفتقد عنهم الأيام. إحنا كنا نشرب دفتة نشرب الصك ودفتة نشرب ب 500 وقية، اليوم عدنا نشربهم ب 2500. هذا الشيء ما قط خرق في موريتانيا. وطالبين عن الدولة تبون مطالب المدارس، تبون الكران، تبون العلوم ودفاتر للتلاميذ. راينا هذاك الدفتر كرطابل وهذا تقريبا 500 سنة صح. انا مبدل كنت مشتريهم ب 2000 وقية. حركية ونشاط يخيم على العاملين في بيع الأدوات المدرسية هذه الأيام، لكن سرعان ما ينتهي نصيبهم الموسمي من سوق العاصمة نواكشوط وتعود الأمور لحالتها الطبيعية. استشهد شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون بجروح إثر إطلاق ناري من قوات الاحتلال الصهيونية شرق مخيم البريش شرق قطاع غزة، كما أصيب ثمانية أشخاص بجروح شمال القطاع. قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة إن عدد المصابين شمال قطاع غزة وصل ثمانية، ثلاثة منهم أصيبوا بالرصاص الحي وخمسة بالاختناق. نتابع المزيد ضمن هذا التقرير. يوم آخر من يوميات الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، فقد أسفرت المواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين بجروح جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما أصيب ثمانية آخرون بأعيرة نارية وقنابل غاز بعد تشدد المواجهات مع الاحتلال شمال القطاع. مصادر محلية أكدت أن مجموعة من الشبان الفلسطينيين توجهوا لمناطق التماس شرقية مخيم البريج ومحيط معبر بيت حانون شمال القطاع قبل أن تستهدفهم قوات الاحتلال بأعيرتها النارية وقنابلها المسيلة للدموع. وأكد الناطق باسم وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين شمال القطاع إلى ثمانية، منهم ثلاثة بالرصاص الحي وخمسة بالاختناق، كما اندلعت مواجهات بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في عدة محاور بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، نجم عنها إصابة واحدة على الأقل والعديد من حالات الاختناق. من جانب آخر أصيب ثلاثة مستوطنين بجروح في عملية دهس نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة غوص عطشيون جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وقالت وسائل إعلام عبرية إن فلسطينيا كان يقود سيارة بيضاء دهس عددا من المستوطنين قرب مستوطنة غوش عطسيون قبل أن يجري إطلاق النار عليه وإعدامه ميدانيا. وذكر شهود عيان أن ثلاثة مستوطنين أحدهم شندي شهدوا بعد دهسهم من سيارة فلسطينية بيضاء اللون، وصفت إصابة اثنين منهم بشروح طفيفة والثالث بأنها خطرة. نظمت الجمعية الموريتانية لتنمية القدرات النسوية ورشة تكوين بنواكشوط حول خطورة المواد الأضوية الثابتة باعتبارها ملوثة للبيئة وضارة بالإنسان. ورشة التكوين شاركت فيها عشرات النسوة الأعضاء في الجمعية وخبراء وممثلون عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة، وتهدف إلى التوعية بالمواد الملوثة. هذه الورشة تندرج في إطار برنامج الجمعية الموريتانية لتنمية القدرات النسوية، وهي ورشة تكوينية حول خطورة المواد العضوية الثابتة البوبس. هذه المواد في الحقيقة الكيماوية تعتبر ملوثة جدا للبيئة وضارة ببيئة الإنسان وبالإنسان نفسه، ونحن في الوزارة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة وخاصة في إدارة التلوث والطوارئ البيئية نواكب عمل جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة، وخاصة وأن هذه الورشة تندرج في إطار المواد العضوية الثابتة التي هي تعتبر من أخطر المواد التي يتعامل معها الإنسان. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية يقول إن موريتانيا تعاني منذ فترة أزمات مستفحلة على صعدة مختلفة، ويحمل النظام المسؤولية.
تواصل أعمال أسبوع التضامن بنواكشوط مع الصحفي الموريتاني المختفي بسوريا منذ أزيد من عامين إسحاق وللمختار. ورشة بنواكشوط حول خطورة المواد العضوية الثابتة وتأثيرها على البيئة بمشاركة خبراء وممثلين عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.